احنا في زمن تطلع فيه كل يوم موضة وكل يوم حكاية، والخطايا عمالة تنتشر في كل العالم، وأحيان تطلع من أماكن علمية عالية قوي، زي يقف دكتور كده كبير مشغول يعني مشهور في برة، ويقف يقول الصح ان احنا ما نكتبش جنس المولود في شهادة الميلاد. قالوا له ما نعمل ايه؟ قال لهم نسيب الطفل كده لغاية ما يكبر وهو اللي يختار الجنس بتاعه. ايه؟ وده اشخاص لهم صوت في العالم. الخطية متغلفة باشكال والوان، وخطايا كتيرة مش وقت الكلام عليها، لكن ما صنعه المسيح على الصليب. المسيح جاء من أجل الصليب ومن أجل خلاص الإنسان. يا ترى أنت، يا ترى أنت بتشعر جواك وعارف قيمة خلاص المسيح اللي قدمه على الصليب مرة واحدة من أجلي ومن أجلك ومن أجلك؟ عارف كده؟ عارف ان لولا خلاص المسيح ما كانش يبقى لك مكان في السماء؟ عارف ان مفتاح السماء هو من خلال صليب المسيح؟ الحقيقة دي جواك. عايزك تحط قدامك ان كتير من القديسين، يعني اسمع كده، نوح في الفلك في العهد القديم، أيام نوح كان يوجد الفلك اللي هو فلك خلاص اللي نجا 8 أنفس، نوح ومراته وولاده التلاتة وزوجاتهم التلاتة، والباقي كل العالم، كل العالم انتهى ومات. وكان الفلك فلك خلاص للثمانية دول. عارف فلك الخلاص بتاعنا هو المسيح، بتحتمي فيه. يقول لنا كده تعبير جميل قوي في سفر النشيد، يقوله تحت ظله اشتهيت الجلوس وثمرته حلوة لحلقي. تحت ظله، تحت ظل الصليب، تحت ظل الصليب. يا ترى بتتأمل في الصليب كل يوم؟ يا ترى بتحط قدامك ما صنعه المسيح من أجلك؟ يا ترى بتنظر للمسيح اللي بيقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، ولا المسيح تاه، تاه في وسط زحمة الحياة؟ ولما تيجي داخل الكنيسة تفتكر المسيح، ولما أخرج أنسى. عشان كده لما أقول له ثبت أساس الكنيسة بقول له من فضلك يا رب ثبت خلاصك في قلبي، خليني أشعر جوايا بحضورك، بإيدك الممدودة، بالصليب اللي قدمت عليه نفسك ذبيحة من أجلنا ومن أجل خطايانا. وفي كل قداس يقف أبونا في الآخر ويقول في نهاية الاعتراف يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يعطى عنا خلاصا، ودي النعمة الكبيرة اللي احنا مقيمون فيها، نعمة كبيرة عايشين فيها، نعمة وجود الصليب الذي يفتح أمامي الطريق، وفي نفس الوقت بيكون خلاص المسيح هو الصورة الحلوة اللي بقدر أتمتع بها كل يوم.